بسم الآب والابن والروح القدس الواحد أمين. المزمور 15، مزمور لداود. يا رب من ينزل في مسكنك، من يسكن في جبل قدسك، السالك بالكمال والعامل الحق والمتكلم بالصدق في قلبه، الذي لا يشي بلسانه ولا يصنع شرا بصاحبه ولا يحمل تعييرا على قريبه، والرذيل محتقر في عينيه، ويكرم خائفي الرب، يحلف للضرر ولا يغير فضته، لا يعطيها بالربا ولا يأخذ الرشوة على البريء، الذي يصنع هذا لا يتزعزع إلى الدار. احنا كده قلناها باللحن، هنقول مزمور تاني 16 بالطريقة العادية، وهنتظر تعليقاتكم وتقولولي ايهما افضل، هل هو باللحن ولا بالطريقة. المزمور 16، مذهبة لداود. احفظني يا الله لاني عليك توكلت، قلت للرب انت سيدي، خيري لا شيء غيرك، القديسون الذين في الارض والأفاضل كل مسرتي بهم، تقصر أوجاعهم الذين أسرعوا وراء آخر، لا أسكب سكائبهم من دم ولا أذكر أسمائهم بشفتي، الرب نصيب قسمتي وكأسي، أنت قابض قرعتي، حبال وقعت لي في النعماء، فالمراس حسن عندي، أبارك الرب الذي نصحني، وأيضا بلا الليل تنظرني كليتاي، جعلت الرب أمامي في كل حين، لأنه عن يميني فلا أتزعزع، لذلك فرح قلبي وابتهجت روحي، جسدي أيضا يسكن مطمئنا، لأنك لن تترك نفسي في الهاوية، لن تدع قدوسك يرى فسادا، تعرفني سبيل الحياة، أمامك شبع سرور، في يمينك نعم إلى الأبد، والمجد لله دائما آمين. شكرا لكم أحبائي وأعزائي، وياريت ياريت بجد نحاول نشجع بعضينا إن احنا نقرأ كلمة ربنا، ولك المجد دائم. تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس من أجل نشر كلمة المسيح ولإلهنا المجد الدائم.